حوار اليوم من الاو تي في. صباح الخير. إلى هذه الحلقة نناقش فيها مجمل التطورات على الساحة الإقليمية الدولية والمحلية في لبنان مع علي حجازي، أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان. صباح الخير. صباح الخير لك وللمشاهدين. خليني بلش، قلت رح بلش بالإقليميات شوية قبل ما فوت بالشق الداخلي، مع أنه بلبنان عادت الحركة الداخلية إلى الملفات وأبرز الملف الرئاسي، ولكن إقليميا الأساس يبقى في غزة وسط الكلام عن تسوية، ولا حضرتك وجهة نظر تانية؟ أنا ماني شايف تسوية، لأنه كل المطروح على الطاولة لا ينسجم مع طروحات أولا الفريق الفلسطيني المقاوم يلي عنده ملاحظات بالعمق على ما يطرح، وفي عملية استسهال بتقديم طرح بدون ضمانات، بدون أفق، بدون الحديث عن مستقبل غزة، من يحكم غزة، ما هو وضع الحصار على غزة، إعادة الإعمار في غزة. يعني في حدا عم يجي يقول دعطونا هؤلاء الأسرى الإسرائيليين ومنحكي. هذا الطرح بلا ضامن وبلا، يعني اليوم ما هي الورقة التي تملكها المقاومة؟ الورقة الأقوى في يد المقاومة هي موضوع الأسرى، وبالمقابل بيقول لك أنا بعطيك بعض الأسرى، علما أن المقاومة طرحها هو تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين. فحتى الساعة لا يبدو لي أننا أمام وقف إطلاق نار قريب، بالرغم من أنه نعم الصهاينة بوضع حرج، لأنه أفق المعركة العسكرية داخل غزة وصل إلى حائط مسدود، وعملية الحسم بات في اقتناع لدى دوائر القرار داخل هذا الكيان المؤقت بأنه عملية الحسم هي أمر مستحيل. ولكنهم يكابرون أستاذ علي، أكيد يعني يكابرون، نسمع من تصريحات نتنياهو بالساعات الماضية أنه نحن لن نذهب إلى أي عملية تسوية بهذا الظرف، وكمان نحن ما رح نفرج عن من سماهم بالإرهابيين بداخل السجون. بعدنا عند الإشكالية نفسها، من ولو بده يتكرر هذا الكلام، بس هذا واقع لا يجوز إخفاله. المشكل أن نتنياهو يقاتل لئلا يدخل السجن، وبالتالي لا تتوقع من نتنياهو مثل هذه التسوية لأنها ستكون هزيمة سياسية له، يضاف إليها الهزيمة العسكرية، ربطا بما كانت الحكومة الإسرائيلية وتحديدا نتنياهو وضعه من نتائج للحرب، سحق حماس، وحتى قبل كان تهجير الشعب الفلسطيني في غزة إلى مصر، قتل السنوار، حسم المعركة بشكل كامل مع حماس وإنهاء وجود حماس، وقف إطلاق الصواريخ، سحق المقاومة، كل هذه العناوين اللي وضعها نتنياهو لم يتحقق منها شيء، دون إخفالنا طبعا أنه هو نجح في تجويع الشعب الفلسطيني، في قتل المدنيين الفلسطينيين، في تدمير الجزء الأكبر من غزة، ولكن في العلم العسكري هذا ليس انتصارا. إذا نتنياهو والمجموعة التي يدير معها هذه الحكومة اللي هي حكومة متطرفين مجانين، هن قدموا لمحكمة العدل الدولية تصاريح استخدمت لإدانة هذا الكيان ولتوجيه الاتهام له بأنه ارتكب جرائم حرب. والحديث أن اليوم التالي للحرب، بدل ما يكون السؤال ماذا سيجري في غزة بعد اليوم التالي للحرب، حتى الساعة لا يوجد جواب، أما ماذا سيجري في إسرائيل فالجواب واضح، هناك استقالات، هناك أزمة سياسية داخلية، هناك مستقبل أسود لنتنياهو. عن نتنياهو علما أنه اليوم هنالك البعض يقول أنه نتنياهو هو أكثر رئيس وزراء حكم في المرحلة الماضية، حتى أكثر من مؤسس الكيان الصهيوني، وفي البعض أيضا يقول أنه نتنياهو عنده من الحنكة السياسية الكافية لا يقدر يزمط من هذا المستقبل الأسود اللي عم يتم الترويج له. ليس بالضرورة أن يكون قادرا. الإشكالية أن حجم المأزق الإسرائيلي، هذه الحرب ليست محطة من محطات الحرب اللي كان يقودها هذا الكيان بوجه غزة يومين ثلاثة وأسبوع عشر أيام. نتائج هذه الحرب يلي بدأت بسبعة تشرين، إشكالية نتنياهو مش بثمانية تشرين ولا بتسعة ولا بعشرة، يمكن يقدر يجي يقنعهم أنه أنا دمرت غزة وهجرت غزة وعملت حزام آمن في غزة، بيقدر يمكن يعمل ألف تبرير يقول فيه قدم فكرة انتصار، بس هني في اليوم التالي للحرب سيبدأ النقاش من 27،
والتحقيق فيما جرى يوم 27 وتوجيه الاتهام للذين قصروا يوم 27. وهذه الحرب صحيح إلى مسار طويل بعد 27، بس محطتها الأساسية والمركزية والتحول والتي حطمت صورة الردع الصهيوني وأسهمت في إظهار هذا الكيان بأنه كيان ضعيف وحطمت صورة الاستخبارات الصهيونية والجيش الصهيوني هي 27. سيبدأ النقاش ب 27 تماما كما بال 2026 صح، كمان بال 2006 صار في محاكمات على اساس ما جرى بحرب تموز 2006. يعني هون كان في عمليه اسر لثلاث جنود، هون في عمليه اسقاط كامل لصوره الردع الصهيوني بدون اي ضوابط، في مئات القتلى الصهاينه، في فرقه غزه، في غلاف غزه، في الجدار اللي هو يفترض الجدار الاكثر امانا بين منطقتين حدوديتين في العالم سقط تحت ضربات مقاومه محاصره. ويضاف لها ان يخرج يحيى السنوار في لحظه وقف اطلاق النار ويقول انا هنا على تراب غزه، هذا يسقط كل مشاريع تصوير أن الصهاينة انتصروا. بس طبعا على المقاومة الفلسطينية أن تنتبه جيدا، ليس المطلوب وقف إطلاق النار، المطلوب فك الحصار، المطلوب إعادة الإعمار، المطلوب البحث في مستقبل غزة سياسيا بضمانات. جيد، فتحت لي هذا الموضوع. نعم. اليوم بالبحث بمستقبل غزة سياسيا، في الكلام يلي طرأ بالآونة الأخيرة عن حماس ومستقبل حماس والفصائل المسلحة، هل تنطوي ضمن منظمة التحرير الفلسطينية؟ نعم. هل تقبل بحكومة تكنوكرات؟ هذا كله كمان اليوم الحديث عنه كبير، لا يعتبر بمكان معين، فيما لو تحققت التسوية أيضا هو شكل من أشكال الانتكاسة؟ لا، ليس شكلا من أشكال الانتكاسة. آخر شيء، الوضع الداخلي الفلسطيني يحتاج إلى ترتيب، والانقسام الحاصل في الساحة الداخلية الفلسطينية ليس انقساما صحيا ولا يفضي إلى تحقيق نتائج إيجابية للشعب الفلسطيني. الحاصل من انقسام بين منظمة التحرير والتحالف الفلسطيني، منظمة التحرير بقيادة فتح والتحالف الفلسطيني بقيادة حماس، هو خسارة للشعب الفلسطيني. كل انقسام على مستوى القوة الفلسطينية هو إضعاف للموقف الفلسطيني من مصلحة كل القوى السياسية، وأنا أعتقد أنه لا حماس تمانع ولا فتح تمانع. طبعا الموضوع يحتاج إلى ترتيب، الموضوع يحتاج إلى نقاش، الموضوع يحتاج إلى إزالة الكثير من العوائق والمواقف والعتب وال. بس التنازل أكبر، مين عم بيقدم التنازل أكبر اليوم؟ كل يعني هذا ليس تنازل، لعلمه جيدا أنه لن يكون هنالك مستقبل لقطاع غزة من دون هذه الخطوة. استاذ جورج، انا بدي لك شغله، لما اثنين لبنانيين بيكونوا مختلفين وبيتصالحوا هذا لا تنازل، لا مني ولا منك، لا مني كلبناني ولا منك كلبناني، هذا انتصار للبنان. اخر شيء، لابد من موقف فلسطيني موحد، لا سيما انه فلسطين قضيه، فلسطين دولة تعاني من احتلال، دولة تعاني من القتل اليومي، تعاني من سفك الدماء، تعاني من التهجير، فلسطين شعبها في جزء كبير منه خارج فلسطين، فلسطين محاصرة، فلسطين تعاني من ظروف جدا قاسية، وبالتالي أي تفاهم فلسطيني هو يخدم مصلحة القضية الفلسطينية ولا يعتبر لا تنازل ولا انكسار. بالعكس، أنا اليوم ساعة اللي بتروح حماس التي حققت انتصارها، وطبعا هذا الكلام لما بتقول حققت انتصارها ما بتروح بتناقش في جيش المطبعين يلي بيحكيك عن الهزيمة لحماس. حماس انتصرت. حماس لما بتروح على تفاهم فلسطيني بعد نجاحها في منع أهداف العدو الإسرائيلي من هذه الحرب من التحقق، بتكون عم تقدم صورة كبر، عم تقدم صورة تواضع يحتاج الشعب الفلسطيني لما فيه مصلحة فلسطينيين. بس أكيد. بالموضوع عن حماس انتصرت اليوم، في وجهة نظر بتقول أنه محور المقاومة ما بيخسر، يعني دوما هذا المحور من 2006 وقبل 2006 وصولا إلى اليوم، يعني دايما حتى قبل الانتصار منتصرين. طيب أنا رح جاوبك، بال 2006 شو كان عنوان الحرب؟ سحق المقاومة. صح. اليوم شو عم بيطالب الإسرائيلي؟ إعادة المقاومة إلى شمال الليطاني، إنه خليهم يسحبوا من هون، يبعدوا 8 كيلومتر،
كان من مشروع سحق المقاومة بال 2006 إلى الخوف اليوم من قوة المقاومة. بال 2006 هجر أهل الجنوب الإسرائيلي، صح ولا لا؟ اليوم مين اللي غادر الحدود؟ أهل الجنوب غادر جزء كبير منهم، بس بالمقابل قديش في ناس غادرت من المستوطنات الإسرائيلية. التقنيات التي تستخدمها المقاومة في هذه الحرب، مع أنه المقاومة بعدها بالوجبة الأولى من الاستخدام للقوة والتكنولوجيا التي تملكها، تثير قلق الإسرائيلي كثيرا، وتظهر أنه هذه المقاومة من 2006 حتى اليوم راكمت كثيرا واستعدت جيدا، وبالتالي انتصرت المقاومة على مستوى المقاومة في لبنان. هذا انتصر المحور على مستوى المقاومة في لبنان لما مقاومته مقارنة من قوتها الحالية وقوتها بال 2006 في فرق شاسع. طيب منروح على فلسطين. نتنياهو خرج ليقول في هذه الحرب نريد سحق حماس، حماس لا تزال حتى اليوم تقاتل. نتنياهو يتحدث عن أيام صعبة في القتال داخل غزة. نتنياهو تحدث على أنه نروح نعمل لهم هؤلاء الفلسطينيين جزيرة ونعدهم فيها، حكي عن نقلهم إلى سيناء، حكي عن قتل يحيى السنوار، حكي عن منع المقاومة من القتال، حكي عن تجريد غزة من السلاح. ما الذي تحقق من كل هذا؟ ولا شيء. بالعكس، في هذه الحرب إسرائيل أمام المحكمة العدل الدولية. بايدن اليوم يريد أن يخفف من صورة التغطية لهذه الحرب لما أحدثته. عنده مصالح بايدن بداخله الأمريكي. صح. بس سابقا كانت المصلحة الأمريكية تغطية أي حرب إسرائيلية دون حساب، لأنه كانت بتربحك بالشارع، بتربحك انتخابيا. اليوم الرأي العام الغربي، مش العربي، شو بدي بالرأي العام العربي اللي يحتاج إلى نقاش طويل. طيب الرأي العام الغربي وين؟ إلى جانب الكيان أو إلى جانب الشعب الفلسطيني؟ هذه القضية اللي كان في حدا رايح عم بيتاجر فيها ليبيعها، عم يعمل صفقة قرن وعم يعمل مشروع تطبيع. وين صفقة القرن اليوم؟ وين مشروع التطبيع؟ بس استاذ علي، لم تحسن المقاومة. خليني كمل. يعني اليوم في بيقول لك ما بتحسن بعض الأمور، يعني في عندك محور فيلادلفيا الحديث عنه كبير، ماذا سيجري برفح؟ ما راح يصير شيء بفيلادلفيا. هل, هل 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 مصر ستسمح للمخطط الإسرائيلي أن يتحقق؟ وهي أبلغت ذلك، وهي بشكل واضح أبلغت وهي لن تسمح. ثلاثة. طيب الأمريكيين بيقول لك، ردا على سؤالك الأساسي أنه كيف هذا المحور أنه انتصر. اليوم كان الأمريكي قاعد بالعراق وبسوريا كقوة احتلال، عم بيبيع النفط السوري وعم بيمارس اللي بده إياه بالعراق، صح ولا لا؟ اليوم الأمريكي ماذا يناقش؟ يناقش الانسحاب من العراق. وحينما تتحدث عن الانسحاب من العراق، يعني انسحاب من سوريا. انسحاب من سوريا. طيب هذا كمان نقطة إيجابية تسجل لهذا المحور. اليمن، اليمن بعد ما كان متهم بأنه هذا مشروع طائفي ومذهبي في اليمن ويهدف إلى كذا ويهدف إلى كذا وتعزيز نفوذ إيران وإلى ما هنالك، أين موقع اليوم اليمن في الشارع العربي، في الشارع الإسلامي، في الشارع الفلسطيني؟ ما هي نظرة كل الشعب العربي إلى اليمن، إلى ما يقوم به الحوثيين؟ يضاف إلها أنه هذا المحور أثبت أنه نحن ما كنا عم نتسلى. مش محصورة المقاومة ببقعة جغرافية اسمها غزة. غزة تقاتل لبنان، يقاتل اليمن، يقاتل العراق، يقاتل سوريا، تقاتل، وبالتالي هذا المحور واسع. بس الثمن غالي. ثمن؟ يعني الثمن غالي، الثمن لا تريده كل شعوب المحور. بدنا نكون كمان واقعيين. اليوم في أصوات بقطاع غزة يضوي عليها الإعلام الغربي تطالب حماس بالتوقف عن ما تقوم به، مثل ما في أصوات بلبنان تطالب حزب الله عن التوقف بأعماله الحربية. لا، لم يكن في تاريخ هذا الصراع إجماع. ما في إجماع، يستحيل الإجماع. بس اللافت هي الأصوات. أعطيني مثال غزة. واحد عن حالة إجماع. بس الأستاذ علي، شو حجمها؟ يعني شو حجمها موجودة. شو حجمها؟ في ناس بتقول لك أنا ما بقى بدي هذه. والله أنا ما عم بسمعها أو ما عم شوفها. طبعاً هذا لا يعني. الوضع الإنساني والمعيشي داخل غزة كارثي بالمطلق. كارثي بالمطلق. بس الإدانة مش للشعب الفلسطيني اللي عم يطلع يصرخ. الإدانة لدول جوار فلسطين اللي بتترك المعابر مسكرة، للقمة العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي اللي ما بتنجح بأنها بتكسر الحصار بالقوة على شعب الفلسطيني. الإدانة مش لحد عم يصرخ من الجوع. من هون بدك ترجع بنتائج
وقف إطلاق النار في غزة تبحث عن المنفذ الثابت، المنفذ البحري إلى غزة، حتى لا تكون يوما ما غزة بحاجة إلى هذه الدولة أو تلك. هوني بدك أنت تيجي تركز بنتائج هذه الحرب وما هو المطلوب من هذه الحرب، وهوني بدك تيجي تقول لقيادة حماس وليحيى السنوار إياكم وأن تقعوا في فخ اسمه التسليم بتسوية لا تكون بضمانات واضحة وببنود واضحة، لأن مثل ما في شعب فلسطين عم يصرخ في اقتصاد إسرائيلي حتى الساعة تكبد 400 مليار دولار، في مظاهرات، ما شفنا مظاهرات في غزة بس عم نشوف مظاهرات في تل أبيب تحاصر بيت نتنياهو وتهاجمه وتهاجم وزرائه في بعض مآتم دفن القتلى الإسرائيليين، وعم تقول له خلص بكفي. شو هو الأفق؟ عم نسمع مسؤولين على مستوى قيادات في هذا الكيان المؤقت عم بيقولوا انه ما هي أفق هذه الحرب، نتنياهو مجنون، لن ننجح في الانتصار على على حماس، نحن وصلنا الى طريق مسدود، هذه الحرب لن تؤدي الى اي نتيجة. من هون النقاش حول ما يجري، المشكل وين اليوم؟ خلينا نتفق على شغله، في محور تطبيع وفي محور مقاومة. واحدة من اشكاليات محور المقاومة انه لا يملك القدرات اللي بيملكها محور التطبيع، لا ماليا ولا اعلاميا ولا على مستوى القدرة على التسويق. في بدك تعترف في محور، بسمح لي على محور التطبيع ومحور المقاومة. طب اليوم محور المقاومة ومحور التطبيع في علاقات، يعني في بدك تعمل عملية فصل، في علاقات مش اول مرة من أجل سيرورة المنطقة ككل وتحسين أوضاعها. وكل اتصال وتواصل يخدم مصلحة هذه الأمة. طيب بس أنا مش أول مرة محور المقاومة خلي اتفق أنا وياك على شغلي سيد جورج. نقطة الاختلاف الأساسية بين دول هذه المنطقة إلها علاقة بالساحة الفلسطينية. يعني مش أول مرة بيحصل تباين في مشروع مقاومة تبنته دول عربية مثل سوريا، دول إسلامية مثل إيران، حركات مقاومة مثل حزب الله وحماس والجهاد وحركة أمل والبعث والقومي والناصري، وعلى مسار هذا. وما تنسى اليوم لابد من توجيه التحية إلى أبطال ست شباط يوم إسقاط اتفاق الزل والعار اللي كان سوريا إلها الفضل الكبير في دعم القوى التي أسقطت هذا الاتفاق وأبعد عن لبنان كأس أنه نحن نكون هلأ بالمحور الآخر. فإذن في دول تبنت وفي دول لم تتبنى، مش أول مرة بنختلف، بس هذا لا يعني أنه نحن يجب أن نكون على قطيعة مع بقية الدول. يعني مش إذا أنا مع المقاومة وفي حدا ضد المقاومة هذا لا يعني أنه ما بحكي أنا وياه وما بتواصل أنا وياه. أنا عم بجي مع حضرتك بالتوصيف، يعني بعملية ترتيب الملفات مطبعة. أنا بس هيدا التعبير، هي تعلن في دول مقتنعة انه هذا الصراع لابد من الوصول الى تسوية، وهذا الكيان لا يمكن ازالته، وهذه الحرب عبثية لن تصل الى اي نتيجة، وبالتالي علينا ان نذهب الى مشروع سلام. وفي قوى ودول في المنطقة تعتبر انه هذا الصراع لا يمكن ان ينتهي بتسوية، هذا الصراع بده يكون فيه منتصر ومهزوم، وهذا الكيان لا يمكن ان يبقى. هذا حاصل صحيح، بس لا يعني انه انا اليوم اذا بختلف مع اي دولة عربية، في كتير من الدول العربية، يعني ما بيعني اذا انا هذا موقفي هذا يعني علينا ان نكون على قطيعة مع مصر او مع السعودية او مع البحرين او مع الكويت او مع اي دولة عربية. واضح. في ملفات نستطيع ان نتفاهم عليها، ونحن بالمناسبة نحتاج للتفاهم. كل خلاف عربي عربي هو خسارة، كانت نتائجه اللي شاهدناه من 2011 حتى اليوم، من تدمير لدول عربية وتدمير اقتصادها يعني تشتيت الشعب هيدي الدولة وهيدي الدولة وتدمير وخسارات وانقسامات. نحن لما اختلفنا دمرنا دولنا، ولما نحن منتفاهم بالحد الأدنى بنمرق بمرحلة من الاستقرار التي تؤدي إلى تحسين ظروف جيد. هذا الشعب. قبل ما اروح على اول فاصل، بس لانه كنت عم تتحدث وتختم الملف قبل ما فوت بالملف اللبناني ومحاوله الفصل بين مسار غزه ومسار الجبهه الجنوبيه، في موضوع يحيى السنوار واللعب اليوم على الخلافات القائمه جواد
حماس بين يحيى السنوار واسماعيل هنيه، من يقود اليوم المفاوضات؟ كيف يمكن التوفيق بهذه المفاوضات؟ لك انا لست اولا على مستوى الفصل بين جبهه الجنوب وجبهه غزه، بما انه ما بعرف اذا بالشق الثاني بدك تتطرق. لا بدي افتحه بالشق الثاني هذا الملف. اوكي، بس من باب العنوان إيه؟ الاساسي، لا حدا يحاول يفصل، وكل ما يطرح لا قيمة له. طيب الإسرائيلي هو اللي عم بيحاول يفصل بتصريحاته بالساعات الماضية. هذا حكي الاستهلاك الإعلامي. نرجع للمحور الثاني. هلا أنا لست خبيرا بشأن حماس، بس بيلي يعني عم بتقوله أنه يحيى السنوار، بس أنا وجهة نظري تقول أنه مصلحة حماس أن يكون الموقف موحدا بين الداخل والخارج. هل هو موحد برأيك اليوم؟ ما بعتقد انه في اختلاف بوجهات النظر كبير يهدد وحدة موقف حماس. يمكن في تباين طبيعي جدا، يعني نحن مثلا قيادة حزب بالاجتماع طبيعي ان يكون في وجهات نظر داخل. بس اليوم نحن مرحلة حرب، بس اخر شيء مفاوضات، من يحسم؟ المقاومة. يحيى السنوار المقاومة. يحيى السنوار، لأن نعم لا أثناء المعركة لا صوت يعلو فوق صوت البندقية، يعني علما أن البحث هو أيضا لمستقبل هذا، يعني أي تسوية لا يقبل فيها يحيى السنوار لا يستطيع أحد فرضها داخل غزة. يعني إذا وصلوا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، أنا هون عم بحلل مع أنه مش وظيفتي حلل، بس بمنطق الأمور بتقول انه يا اخي اذا وصلوا الى وقف اطلاق نار والمقاومه الفلسطينيه في الداخل ما انا موافقه عليه، من يلزمها بوقف اطلاق النار؟ اذا اي معبر للحل يكون عبر التوافق مع المقاومه في الداخل الفلسطيني، لان هي اللي يدها على الزناد، هي التي تطلق النار وهي عليها ان توقف اطلاق النار. فاصل اول ونعود لمتابعه الجزء الثاني من حوار اليوم. إلى الفصل بين جبهة فلسطين وجبهة الجنوب اللبناني، لا تعتبر أنه هذا الأمر غير ممكن بوقت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بتشير أنه لا ما تطمنوا بالكم، إذا هديت بغزة مش يعني نحن بالجنوب رح نستكين قبل ما نرجع حزب الله ومقاتلي حزب الله إلى الحدود يلي نرسمها. هلا هذا حكي فاضي، حكي الاستهلاك الإعلامي. الإسرائيلي حكي كتير من أول حرب لليوم، حكي كتير بحرب تموز وبيحكي دائما وأبدا، بس تهديداته واضحة. هلأ يعني مش أول مرة بيهدد الإسرائيلي ومش آخر مرة الإسرائيلي سيهرب من الالتزام بهذه التهديدات وبنتائج هذه التهديدات. بس ليه كيف بتفسر بين رفع التهديد بلبنان ويعني حصر الأمور نوعا ما باللهجة بغزة؟ الإسرائيلي يدرك جيدا أن الحرب مع لبنان ليست مسحة، والإسرائيلي يدرك جيدا أن الحرب مع لبنان ستضع المنطقة أمام خارطة جغرافية جديدة، والإسرائيلي يدرك جيدا أن حزب الله وهو مقتنع بكلام اللي قاله السيد نصر الله أن هذه الحرب بلا سقف وبلا حدود وبلا ضوابط. إسرائيلي بيعرف تماما وهو يختبر من خلال أداء المقاومة على طول خط الجبهة أنه هذه المقاومة مقاومة دارسة خطتها بشكل جيد، عاملة برنامجها، مستعدة جيدا، مؤهلة جيدا، مدربة جيدا، مسلحة جيدا، وبالتالي أي حرب مع لبنان ما رح تكون بتشبه أي حرب خاضها هذا الكيان. وهذا مبني مش على تحليل، مبني على معطيات، مبني على قراءات، مبني على وقائع. بس ما بده متنفس الإسرائيلي، يعني فيما لو هدأت الأمور بغزة. هاني ودي خالفك، آخر حرب ممكن أن يسميها الإسرائيلي متنفس هي الحرب مع لبنان. الحرب مع لبنان ليست متنفس، الحرب مع لبنان هي صراع عسكري سيحدث تبدلا على مستوى الخارطة الجغرافية في المنطقة وينتج نتائجا تغير المعادلات القائمة على مستوى المنطقة. ما عاد لبنان متنفس، لبنان كان متنفس بالسبعينات، لبنان من ال ولا حتى بمن ولا حتى بمن وصولا الى اليوم ضربة سريعة ما في شيء يعني اسمه شي اليوم اسمه هذه الضربة السريعة، نحن بنعمل ضربة سريعة على سريعة. رجع لك، في حد عنده تشكيك بمصداقية سيد نصر الله؟ ما بعتقد. رجع لخطابات السيد نصر الله مش هلا بالحرب،
إلى ما قبل الحرب لما بيقول المبنى يقابله مبنى والعاصمة تقابل الضاحية الجنوبية لبيروت، يعني بتضرب الضاحية بضرب تل أبيب، هون بلش التشكيك. هلا بهالمرحلة بلش مين اللي عم يشكك؟ يعني في بعض المشككين بالداخل اللبناني انه من بعد العمليات اللي شفناها بحق بعض عناصر المقاومة بلبنان ما شفنا رد يستأهل ما قاله السيد نصر الله بخطابه بآب. هلا مشكلة هودي انه هن مضطرين يحكوا هيك لانه القبضة الشهرية بتلزمهم بهذا المستوى من الخطاب. الموقع السياسي ضمن الفريق اللي هن منسجمين معه بالطرح بتلزمهم مثل هذا الخطاب. يعني هودي بدك، أنا بوجهة نظري تقول مع احترامي لما يمثلوه يمكن شعبيا بغض النظر عن مستوى التمثيل، هم بيمثلوا ما يمثلوه، بس ولكن أنا برأيي بتضيع وقتك لما أنت بتعلق على مثل هذه التصريحات. يعني هيدي تصريحات مدفوعة السلام. أنا مقتنع حضرتك أنه السيد نصر الله هو نفسه السيد نصر الله ما قبل هذه الحرب الأخيرة، ما في شك. هلأ السيد نصر الله عنده تقدير موقف، قرأوا الخارطة، قرأوا المرحلة، ما يمر به لبنان من ظروف داخلية على المستوى الاقتصادي والسياسي، وبناء عليه اتخذوا القرار. هلأ إذا الإسرائيلي قرر أن يختبر قوة هذه المقاومة، أنا أزم لك أنه سيفاجأ. هلأ بتقلي استشهد قيادي هون، هذه حرب، بس هذا منوت عليه تسقف أنه أجزم لك أنه سيفاجأ. لا منوت عليه تسقف، هذا واقع سيحدث. بس كمان ألم يتفاجأ حزب الله بقدرات الإسرائيلية اللي تطورت كثيرا من 2006 وحتى اليوم؟ مثل ما تفاجأ الإسرائيلي بقدرات حزب الله اللي تطورت من 2006 حتى اليوم. لا أحد يستطيع أن يشكك أنه هذا الكيان أساسا قائم على فكرة العسكرة، عسكر بيشتغل عسكر شو بيشتغل هذا الكيان؟ بيشتغل استخبارات، هو بنيت هذا الكيان، هو عسكر كان قبل بناء الدولة، ودائما هذا كيان قائم على الحروب، من حرب لحرب من حرب لحرب، واستعداد لحرب وخروج إلى حرب ودخول بحرب وتسوية هون، وبيرجع بيعمل معركة هون وبيشحد سلاح وبيشحد مصاري تحت العنوان المظلومية الصهيونية، وبالتالي طبيعي جدا أن يملك هذه القدرة العسكرية، ما حدا بيقدر ينكرها. طب أستاذ علي، بس بالمقابل هذه المقاومة بين 2006 واليوم طورت نفسها، لا تصح المقارنة. أف لهالدرجة؟ لا تصلح المقارنة ولا بأي شكل من الأشكال. وأنا أزم لك أن ما استخدمته المقاومة اليوم في جنوب لبنان حتى الساعة لا يتجاوز يمكن 2% من قدرتها العسكرية ومن استعداداتها لأي حرب مقبلة مع هذا الكيان. هذه المقاومة لا بتتسلى ولا بترفع شعارات، هذه المقاومة لا بتتسلى ولا بترفع شعارات. مشكلة هذه المقاومة أنه في حدا عم يدفع مال ويملك سلطة إعلام كتير كبيرة ويملك جيش من الأبواق الصحفية والسياسية والحزبية وغيرها اللي عم بيحاول يقزم دور هذه المقاومة. المشكلة بهذه المقاومة كما يقولون، يعني الخصوم كما يقولون، أنها كانت بال2006 مقاومة لبنانية تحولت بال2024 إلى مقاومة إيرانية. هي مقاومة لبنانية، ولا يمكن لأحد أن يتهم أو أن يشكك بلبنانية هذه المقاومة. ما هني حتى بال2006 اتهموها أنها مقاومة إيرانية، بس مش بهذه الأصوات اللي موجودة اليوم. اليوم في شكل آخر من الاتهام. أهمية هذه المقاومة في هذه المرحلة بال2024 أنها توسع من جبهة المشاركة من قبل الأحزاب التي ستساندها بأي حرب مقبلة منا وجر. جاهزين انتو لل... ايه اكيد، ما في شك في ذلك. وطبعا نحن يمكن هذه المعركة اجت ظروفها استثنائية، ما كنا نحن بعدنا بمرحلة التعافي الكامل للاستعداد، بس لكن انا ازم لك انه التزامنا امام جهازنا الحزبي وامام جماهيرنا انه نحن في المرحلة المقبلة سنعطي الاولوية والاهتمام الكبير للجناح العسكري المقاوم، لانه نحن سيناريو غزة لا يمكن ان يدفعنا إلا إلى خلاصة واحدة، علينا أن نكون مستعدين. هذا موضوع يعني على قدر الاستعداد. يعني مثلا امبارح شفنا شهداء لحركة أمل كمان سقطوا، وتدخل لحركة أمل كما يقال عسكريا على هذه على هذه القدرة. اللي بيضحك مش يعني عن جد اللي بيضحك هو تفاجؤ البعض بأنه في شهداء لحركة أمل، وأيمتى؟ بخمس شباط، قبل يوم واحد من ست شباط،
متناسيين دور حركة أمل المركزي والأساسي والاستراتيجي في اتفاق إسقاط اتفاق 17 أيار، ومتناسيين أنه حركة أمل كلمة أمل هي اختصار لأفواج المقاومة اللبنانية، مثل ما بيستغربوا أنه حزب البعث بده يقاتل، متناسيين أنه هذا الحزب عنده عشرات العمليات الاستشهادية وعنده عشرات الشهداء، وأنه هذا الحزب أسهم في إسقاط 17 أيار وقاتل اليمين المتطرف المتحالف مع الإسرائيلي، وأنه هذا مثله مثل الحزب القومي، مثل القوى الناصرية ببيروت وغير بيروت، مثل التنظيم الشعبي الناصري. في تاريخ من المقاومة يتفاجئوا، في حق بمكان ما بالمفاجأة هن لا يتفاجئوا. بس استاذ علي، لانه بمرحله معينه كان يقال انه هناك توزيع ادوار بين يعني ما بعرف عناصرها او يعني المقاومة عناصر هذه المقاومه، هذا الحزب الله بيعادل بطيب الشغل السياسي، هيدا اللي بدي اقوله. بزمن الحرب ما بيعود في توزيع ادوار، بصير في شيء اسمه تقاسم ادوار بالعمل العسكري. وبالتالي اولا امل شو امل؟ بنت الجنوب الشرعي طبيعي. مين اللي ولاد امل بالاغلبيه؟ طبعا امل بالبقاع ومثل كل الاحزاب يلي كان حزب الله شعبيته. صح. لا امل بشكل واضح. مين قال مش حزب الله اليوم هو الرقم الاول بالشعبيه الشيعيه؟ ما هذا بغض النظر عن هذا الموضوع، بس ما حدا اكل من حدا. اللي بياكل من صحنك هو خصمك. ولاد امل بعدهم امل، ولاد حزب الله بعدهم حزب الله. وبعتقد في تجربه لهذا الثنائي الوطني بعد 2006، تجربه تاريخيه لجهه التحالف والتفاهم، وخصوصا لما يكون في خطر خارجي. لما بيصير في خطر خارجي ما بتعود بتقدر تفصل بين امل وحزب الله وحزب البعث والحزب القومي. وبيقولوا لك في مين دفع، والحزب الشيوعي والمصريين والعروبيين والوطنيين والمقاومين في هذا البلد. لما بيكون في خطر ما بيعود حدا انا بحزب البعث وانت بحركه امل وهو بحزب الله، بنصير كلنا مشروع مقاومه. هذا منطق الامور، لانه في خطر خارجي يهدد هذا البلد. بس بالمقابل بيكون في ناس عم تسوق للفكرة الإسرائيلية وعم تحاول تقلل من عزيمة الناس وعم تحاول تهول على هؤلاء الناس. وبرجع بقول لك مشكلتنا مع هؤلاء أنهم يملكون قدرات مفتوح لهم إعلان بالليل وبالنهار ومفتوح لهم منابر ومفتوح لهم مصاري. في ناس عم بتقلص من المقاومة ومن دور المقاومة وإلى ما هناك، بس بنفس الوقت عم بيطالبوا الجيش أنه هو يكون موجود على الجنوب. يعني قال لك دكتور سمير جعجع، قال لك إياها بشكل واضح بحواره الأسبوع الماضي المتلفز، أنه فليرسل الجيش إلى الجنوب، ولو أرسل الجيش إلى جنوب نحن ما كنا بالمرحلة اللي نحن فيها اليوم. وبيرجع بقول لك الماضي كان عنده حديث، كان عنده على ما أظن على الام تي في على ما أظن، والله ما انتبهت له ما سمعته. بس أنا بعيدا عن النقاش معه، لأنه بعرف أنه خلفية هذا النقاش شو هي، وبعرف أنه لو بدنا نقعد 20 سنة نحكي ما رح نوصل لنتيجة. يا ريت بيطلع شي قائد جيش وبيكشف للبنانيين من يمنع تسليح هذا الجيش. يا ريت اللبنانيين بيعودوا إلى التصريحات التي تقول من يمنع تسليح هذا الجيش. يا ريت بيقروا جريدة الأخبار يلي كشفت أنه ممنوع الجيش اللبناني أن يمتلك صواريخ يصل مداها إلى أكثر من 8 كيلومتر. يا ريت بيفصلوا طبيعة المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الجيش. طب يعني يريدون إقحام الجيش هيدا ليستشف من هذا الكلام؟ ديك هني عندهم مشروع بيعتقدوا بدهم يحولوا فيه الجيش إلى نطور على الحدود يحمي هذا الكيان، وهني مش مدركين انه تاريخ هذا الجيش وعقيدة هذا الجيش وانتماء هذا الجيش وقيادة هذا الجيش وعسكره هني ابناء مشروع يعادي هذا الكيان، وابناء عقيدة تعادي هذا الكيان بالمطلق. وبالتالي يستحيل أن يكون الجيش اللبناني يوما ما نطورا للحدود يحمي مصالح هذا الكيان. يريدون أن يلعب الجيش دوره الطبيعي. ما حدا منع الجيش أن يلعب دوره الطبيعي، الجيش موجود بكل المناطق. بس ولكن المقاومة بطبيعة الصراع فرض وجود مقاومة شعبية
لأنه تبين أنه الأجدى في مواجهة هذا الكيان هي المقاومة الشعبية اللي أنتجت تحرير وأنتجت قبل انسحاب من العاصمة بيروت وأنتجت انتصارات، لأنه الجيش التقليدي وفق الإمكانيات المسموح أن يمتلكها، يعني أنا بأكد لك أنه الجيش اللبناني بضباطه وبعساكره وبكل قياداته يمتلك إرادة القتال ويمتلك العزيمة ويمتلك القوة ويمتلك الانتماء، بس لا يمتلك السلاح. من يمنع امتلاك السلاح؟ يروح بيقبل ويتسلح الجيش اللبناني بمستوى تسلح المسمى جيش إسرائيلي؟ إذا حدا بيقبل يبلشوا الأمريكان يسلحونا. ترجع للتذكير، بمعركة نهر البارد الجيش العربي السوري أنقذنا لما وصلنا إلى أزمة سلاح. للتذكير، مش الأمريكيين. بال 2007 نعم، معركة نهر البارد مش معركة مع هذا الكيان على طول هذه الحدود وبمستوى ما يملك هذا الكيان من إمكانيات ومن سلاح ومن قدرات. نحن بنهر البارد اضطرينا أن نستعين بالجيش العربي السوري، لأنه الجيش اللبناني ممنوع أن يتسلح، ممنوع، هناك قرار أمريكي واضح ممنوع. ليش الحرب على سوريا واستهداف الجيش العربي السوري؟ شو الهدف منه؟ منع نشوء جيش قوي وقادر على الحدود مع فلسطين المحتلة. ليش كل المؤامرة التي استهدفت المنطقة وسميت زورا ربيع عربي، شو الهدف منها؟ تثبيت أن هذا الكيان هو الأعلى عسكريا وأمنيا واستخباراتيا وعلى مستوى الاستقرار الداخلي، وتحويل كل الدول الجوار مع فلسطين المحتلة إلى دول تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية وحروب ونزاعات وصراعات. وتحقق الهدف بمكان معين، هو يعني هذه الدول تعاني من ظروف اجتماعية واقتصادية صح، بس ولكن هذا لا يعني أنه هو نفذ استراتيجيته بشكل كامل. في ناس تمانع وفي ناس تقاتل وفي ناس تصمد وفي ناس دفعت مئات الالاف من الشهداء في سوريا لمنع سقوط المنطقة بالكامل. نعم كانت التكلفة كبيرة صح، بس التكلفة الكبيرة هذه منعت سقوط المنطقة بشو؟ بمشروع داعشي. تخيل انت لو داعش انتصرت في سوريا، كل لبناني يقعد بينه وبين حاله ويسأل نفسه عن أهمية هذا المحور، بس يتطلع بالمشهد في سوريا ويتخيل انه اليوم داعش وجبهة النصرة يحكمون دمشق. طالما رحت على النقطة قبل ما اروح على الفصل الثاني، في اليوم كمان كلام بهذا الموضوع انه ايه، الامريكي ينسحب من العراق ينسحب من سوريا ولكن داعش موجودة، وبأي لحظة ممكن فلول داعش ان تعود الى الواجهة من جديد. الشيل الامريكي يده عن دعم داعش، وأزم لك أن الجيش العربي السوري والحلفاء قادرين على حسم المعركة مع داعش خلال أسابيع أو أشهر. من يحمي داعش في سوريا؟ من يتاجر مع داعش بالنفط السوري؟ من يحتل مع داعش أراضي شرق الفرات في سوريا؟ الأمريكيين. الخصوم بيقولوا لك لا. الاستهدافات التي حصلت في دير الزور قبل أسابيع قبل أيام تخدم من؟ تخدم داعش، لأن القوات التي استهدفت هي القوات التي تقاتل داعش. بس في ناس ما بدها تصدق، في ناس ما بدها تسمع، في ناس الحقد غالب على تفكيرها، معتبر المعركة في سوريا معركة ديمقراطية ومعركة حرية ومعركة كرامة إنسان، مش عارف إنه المعركة في سوريا تهدف إلى تدمير هذا الكيان اللي اسمه الدولة السورية، وتشتيت وتفتيت وتقسيم الجيش السوري وتحويل المنطقة كلها سوا بعد منها إلى سجن كبير بيحكمنا فيه أبو محمد الجولاني وقيت من يومين رجعين لشادي مولوي ومدري مين. فتت النظام السوري بمكان والكيان السوري لدرجة أنه سوريا مش قادرة ترد على أي اعتداء إسرائيل على أراضيها. لكن بتعرف هون وين الإشكالية كمان، مش أنت حقك، أنت حقك حتى لا ما يفسر المشاهد أنه أنا عم برد عليك، أنت تنقل وجهة نظر موجودة بالشارع. هؤلاء اللي بيحكوا هيك مفكرين الجيش السوري من 15 أدار 2011 حتى اليوم عم يتسلى عم يلعب. كان عنده حرب نواضير، تعرفها حرب نواضير ومنظرها. هذا الجيش من 2011 حتى اليوم وضع مئات الألاف من الشهداء. هذا الجيش قاتل بالنيابة عن كل هذه الأمة، لأن لو سقطت سوريا لسقطت كل المنطقة. هذا الجيش يواجه مشروع لحد جديد في سوريا، حينما قاتل داعش وجبهة النصرة وكل التنظيمات الإرهابية إنما كان يقاتل الذين يقاتلون بالنيابة عن إسرائيل. وهذا الجيش في كل يوم يستمر في معاركه، بس
موضوع انه شو المطلوب، هني شو هدفهم، انه يروح يفتح جبهات متعدده. هذا الجيش عنده جبهة طويلة عريضة، في عنده مئات نقاط الاشتباك التي يخوض فيها معارك في كل يوم، وبالتالي هذا الجيش حتى الساعة اليوم وامبارح ومن جمعة يواجه إعادة إحياء داعش والنصرة وتمدد جديد للتنظيمات التكفيرية في سوريا. بس هذه الحرب في سوريا، إذن الخطر بعده بمكانه. الحرب في سوريا هي نموذج مختلف للحرب بين سوريا والصهاينة. جابوا فيها تنظيمات إرهابية حطوها في مواجهة الجيش السوري وعملوا حرب، بس هيدي نسخة محدثة عن المشروع الإسرائيلي. وبالتالي سوريا في كل ما كل طلقة نار أطلقت من الجيش العربي السوري من 15 أدار 2011 حتى اليوم إنما أطلقت بوجه المشروع الصهيوني، ولكن بنسخة محدثة. واضح. رح نروح على الفاصل الثاني، بدنا نحكي شوي بلبنان كمان بعد هذا الفاصل. نعود إلى حوار اليوم مع شق اللبناني من هذه الحلقة، اللبناني يعني بالسياسة اللبنانية. بدي أبلش معك، عم نقرب من ذكرى 14 شباط بعد كم يوم، وبتزامن حديث عن عودة لسعد الحريري إلى لبنان ولكن بشكل آخر. ألا تعتقد أنه عودة سعد الحريري اليوم هي عودة ومطلب وطني ميثاقي سياسي؟ بغض النظر حول إذا كانت هي مطلب وطني أو مطلب ميثاقي أو حاجة سياسية بمكان معين لإعادة التوازن إلى البلاد بما يسهل بالحلول، تيار المستقبل يمتلك حضور، هذا الحضور لا أحد يستطيع أن يلغيه. سعد الحريري يمتلك حضور لا أحد يستطيع أن يلغيه، وبالتالي من حق جمهوره أن يطالب بعودته، ومن حق سعد الحريري أن يعود إلى الحياة السياسية اللبنانية، بغض النظر حول أنه هذا الكلام في كل مرة ب 14 شباط بنسمع مثل هذا الكلام حول عودة نهائية وحول إعادة ترتيب البيت الداخلي المستقبلي، وطبعا ما حدا ضد، بس كأنك تقول أنه ما نضجت الظروف بعد. نعم، أنا أعتقد أن الظروف ما نضجت بانتظار تفاهمات أكبر على مستوى المنطقة، وأنا لا تزال قناعتي أن عودة سعد الحريري بند من البنود التي يفترض أن تكون حولها تفاهم إيراني سعودي. أنا مقتنع على أي قاعدة؟ على قاعدة أنه الإيرانيين يعتبروا عودة سعد الحريري مصلحة ويتفاهموا هني والسعوديين على هذا الكلام. الموقف السعودي سلبي، سلبي من الموقف الإيراني تجاه سعد الحريري، سلبي من الموقف يعني من سعد الحريري، ما خص يعني إيران. السعودية تريد أن يكون سعد الحريري الجديد هو فؤاد السنيورة. أنا لجاوبك بشكل أوضح، بده حدا يروح يحكي مع السعودية حول عودة سعد الحريري. أما السعودية لوحدها ترتب موضوع ملف سعد الحريري أنا لا أعتقد، وما حدا نحكي بعد، وما حدا حكي. وأنا رأيي أن زيارة الرئيس الحريري ستكون إلى بيروت 3 أيام ومن ثم يغادر. ما في حكي، هذا الحكي عن تحضيرات إلى عودة دائمة وإلى عمل خوض سياسي انتخابات خوض وإلى انتخابات ما هناك. أنا ماني شايف، طبعا انا لا اعارض ولا امانع، ويمكن بمحل ما ربطا بالبدائل اللي خلونا على سعد الحريري، اكيد ربطا باللي شفناه، تعتيريين وتغييريين وبصدفه و50 صوت و80 صوت بس في من الحلف و2000 صوت، بغض النظر في مين؟ في حلف في غرامي. لا 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 لا، لحظه 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 لحظه، خلينا على اللي نحن عليه بوقت في حلف. فيصل الكرامي عمل نائب بال 2018 كان في تيار مستقبل، زهاد الصمد عمل نائب 2018 كان في تيار مستقبل، الوزير عبد الرحيم راد عمل نائب 2018 كان في تيار مستقبل. حتى ما ينفع موقفك بمكان معين. لا عم بحكي أنا عن البدائل تحديدا بتمثيل بيروت، وش حار تمثيل بيروت وتعتير تمثيل بيروت. عم بحكي ببعض النواب اللي يعني أحد هيك المراجع السياسية قال لي والله ما بتقدر تحفظ أساميهم حتى، يعني بتعمل مقارنات بين ناس مرقت بالمجلس وبين ناس موجود اليوم بالمجلس، بتستحي بتستحي. وبالتالي قد يكون عودة سعد الحريري حاجة بالحد الأدنى، بنبطل نشوف هذه الوجوه وهذه الأصوات. هو الرهان اليوم على من كتلة 13
الى 13 كتلة. يعني شو هاي البدائل؟ مين هاي البدائل؟ وضيف عليها غير التعتيريين النواب اللي اجوا وسدوا الفراغ، مين هول؟ مين هول؟ مين؟ كيف؟ لما بينقال لك انه احد النواب عمل نائب انه والله دفع مصاري، بتقبض مصاري وبتحلف على القرآن انك بدك تنتخبه، وبتمرق بالحياة السياسية بشكل طبيعي. وبعيدا عن هذا كلياته سوا، بيرجع سعد الحريري او ما بيرجع سعد الحريري، المطلب الاساسي للشعب اللبناني، المطلب الوطني الاساسي، نخلص من هذا المستوى من المعيشة المدمر. الناس جاعت، الناس عم تواجه البرد بانها تولع شحطات، الناس مش ملاقية تاكل، الناس مش مسترجية ترد على تليفون المدرسة لانه في قسط عم نطالب فيه. البلد كل شيء فيه الدولار الا معاشات الناس بعد على اللبناني. ميزانية بتطلع فيها اللي حطوها طلعوا بالمجلس انتقدوها. يعني ما عاد طموحنا نعمل نفق بظهر البيدر، صار طموحنا ما يوقع فينا ظهر البيدر نحن وطالعين على البقاع او نازلين من البقاع. بس اسمح لي بحديثك عن الموازنة، انه اخر شيء قالوا بكلماتهم النواب انه هذه موازنة لتمشي امور الدولة بهذه المرحلة، لانه ما في حل غير بهذه الموازنة. يعني ما فيهم يصنعوا معجزات. مات جدي وكانوا عم بيقولوا عم نعمل موازنات لنمشي، ومات بيي وقالوا عم نعمل موازنات لنمشي، ورح نموت نحن وبعدنا بنظرية عم نعمل موازنات لنمشي. انا عندي سؤال مطروح، أنت بتجي موازنة أو حكومة أو برنامج سياسي بيطرح لنا حل نهائي للكهرباء، بيفكر بحل أزمة السير في بيروت، يعيد تعزيز القطاع الرسمي على مستوى المدرسة والجامعة والمستشفى، أنت بينعمل مشاريع حقيقية في هذا البلد مش ترقيعات. ما نحن صار ماضي من عمرنا سنين، ومضى عمر أهلنا ومضى عمر جدودنا، وبعدنا نحن بنظرية يلا هيدي السنة بتقطع بلكن السجن الجاي بنعمل شيء. أمتى بينطرح مشروع بهذا البلد بيكون فيه عليه تفاهم ووفاق حقيقي أنه هذا المشروع يؤدي إلى بناء دولة؟ يعني أنا بيجي بطرح هلا أسئلة، خي عملنا مشروع القمة بالهندي واحتفلت الناس، في حدا يطلع يخبرنا حتى هذه الساعة هذا المشروع نحن رايحين نشحد مصاري وعارفين انه هذا المشروع بيؤدي الى مليار و500 مليون دولار مردود للدولة سنويا، في حدا يخبرني هذا المشروع ليش توقف؟ في حدا يخبرني انه كيف يعني المزارع بعكار والمزارع بالبقاع بده يضلوا كل سنة يتعرض للخسارة وبشكل طبيعي؟ في حدا يخبرني ايمتى بدنا نفكر بمشروع ندعم فيه صغار الكسبة والفلاحين والكاتحين وما نخليهم مرهونين لقرض هوني ولديني هونيكي ولدكان هوني؟ خي ما المشكل ما في فكرة انه نحسس الناس يوما ما انه خي انت كون مرتاح. لما انسان بيكون على بواب التسعين وعم بيعاني ما قادر يتدفى بهذا البلد، يعني شو 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 المطروح؟ لذلك انا رايي مو النقاش برئاسه الجمهوريه، كان ضيع وقت. لانه اذا نحن بدنا نجي نفكر صح انه هلا شغلين الناس بالانتخابات الرئاسيه وكلياتنا سوا عارفين انه ما في انتخاب رئيس، ما في انتخاب رئيس، مع انه الوقت ليس مناسبا مع انه لطرح تسويه بموضوع الرئاسه، مع انه امبارح مصادر الثنائي بتقول انه في اجواء ايجابيه تحيط بهذا الملف ولكن التقدم بطيء. كاستاذ جورج بدي اسالك سؤال، بيطلع الفريق الاخر بيقول بعده مرشحنا جهاد أزعور صح، وبيطلع فريق السياسي بيقول مرشحنا سليمان فرنجي ومصر على ترشيح سليمان فرنجي ومحق بترشيح سليمان فرنجي، ماشي. طيب اسالك سؤال، اذا هيدا الموقف التقدم وين؟ انه اجت جوله لسفراء الدول الخمس، ما مش اول مره سفراء الدول الخمس بيعملوا جولات، اجتمعوا برئيس بري وبارح رئيس بري بيقول انه اتفقنا على مرشح صنع في لبنان، وبيقول انه ما في حديث عن خيار ثالث. مرشح صنع في لبنان بالنسبه للرئيس بري هو سليمان فرنجي، ومرشح صنع في لبنان للفريق الاخر، مع انه هون بتطرح الف علامه استفهام هون اذا صنع في لبنان او لا، هو جهاد أزعور. يعني يا دارا دوري فينا، بعدنا نحن محلنا ما عملنا شيء. كل ما يجري من نقاش حول رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة هو تضييع للوقت،
وأنا وجهة نظري تقول قبل أن تضع حرب غزة أو زارها ربطا بموضوع الجبهة اللبنانية وما يجري على الحدود مع فلسطين المحتلة، كل نقاش بموضوع الرئاسي هو تضييع للوقت. لما بتكون تسوية شاملة؟ يعني أيضا الملف الرئاسي يكون جزء من هذه التسوية كما يتم الحديث ربطا بمحاولة لملمة الأمور في المنطقة. نحن هلا بعدنا بزمن القتال، كل حكي عن تسويات ومفاوضات لا تقبل به المقاومة هو منطق مرفوض. يحاول البعض أن يلزم المقاومة مع أنه رئيس بري عم بيخوض هذا النقاش. يعني يلتقي الخماسية يفتح الباب طبيعي، هو رئيس مجلس نواب، هو رئيس مجلس نواب، يعني في نقاش سياسي، مش في نقاش بس مغفل. هذا النقاش يضخم. ليك مشكلتك بهذا البلد أنه في حدا بيطلع بيقول لك الفرنسيين عم بيقولوا، هو بيكون بشي كافيه مع حدا من رفقاته وعم بيحلل هوية. في كتير من الأفكار والمعطيات التي ترمى بالسوق الإعلامي السياسي بالبلد هي صاحبها اخترعها وقرر يسوقها والناس بتتعاطى معها على أنه هي حقائق. لك يا خي، في كتير أمور بتركب بهذا البلد ويصيروا يتصوا فيك ويسألوك عنها وبنقشوك فيها وبيقول لك مصادري، مثلا بيقولوا لك مات فلان ويصيروا يبنوا تحليلات ومقالات واتصالات وقراءات وهو الزلمة بيكون بمكتبه. يا رجل هذا البلد ما في ضوابط لشيء، هذا بلد قائم على الإشاعة. هلأ أنا بركب لك إشاعة أنه جورج عقل أحوب السفارة الأمريكية بعوكر وأنت هلأ مو على الشاشة وبتصير الناس تتداول. هلأ بتعمل أنت فيسبوك وهمي وبتركب تهمة لجورج عقل وبتصير التهمة ماشي وبصيروا الناس يتداولوها ويبنوا حولها تحليلات ومعطيات. خي، كل ما يجري من نقاش حول ملف الرئاسي لا يرتقي إلى مستوى فرض حل حقيقي. وقت انتخاب رئيس لم يصل حتى الساعة. ليش عم بيصير هذا النقاش؟ يعني حتى الخماسية ستجتمع بالمملكة العربية السعودية مفروض بالساعات المقبلة. طب ما في، يعني في نقاش، كل نقاش واقف يا صديقي. عم تطرح مرشح ثالث؟ عم تطرح ما عم ما نقابلي بسليمان الفرنجي. طيب في فريق منو ما رح يقبل معها وما رح تصوت جهاد أزعور. طب وجوزيف عون؟ هلا هني بيقولوا لا، وحدا بيقول لك انه القوى الخارجية مع جوزيف عون، هو بيقول لك انا مش مرشح الى رئاسة الجمهورية، وفي حدا بيقول لك في فيتو داخلي على جوزيف عون. هو ما في يطلع يعلن عن ترشيحه لرئاسة الجمهورية كمان، هو قائد للجيش اليوم. القوى السياسية الاساسية في البلد تكشف عن مواقفها النهائية في لحظة استشعارها ان نحن نقترب من انتخاب رئيس جمهورية. طب كمان وبتبلش الكتل تصدر بيانات وتعلن تبنيها لهذا المرشح او ذاك. بس لانه وقتها عم بيخلص كمان. في نقطه تتعلق بالحوار وفي كلام لجبران بسير اليوم بموضوع الحوار، انه هو يؤيد ولا يمانع الحوار الذي يدعو اليه رئيس نبيه بري، ولكنه يدعو الرئيس بري لحسم شكل الحوار، مكان الحوار، اسلوب الحوار، المبتغى من هذا الحوار. نحن برايي المهم نتحاور، ما هيك؟ لتعرف قديش هذا البلد معقد، انه نحن متقاتلين على شكل الحوار ومكان الحوار ومن يترأس الحوار، وكأنه يعني اذا ترأسوا الرئيس بري لا ينتج واذا ترأسوا حدا غير الرئيس بري ينتج. لك هي الثقة منظومة بين بعضها، ما عندها ثقة ببعضها. تعرف واحدة من اشكاليات هذا البلد عندنا شو هي؟ وهي الفزلكات السياسية. نحن مفزلكين بكل شيء، بالسياسة، بالدستور، بكل شيء. نحن مفزلكين نحن مفزلكين، وبالتالي عم ضيع وقت الناس. برجع بقول لك اللي بده يناقش يروح يناقش كيف ينقذ الناس من الكارثة المعيشية والاقتصادية يلي للأسف في حدا افترض انه اللبنانيين تعودوا على دولار 89,000. صح تعودوا، بس تعودوا بشو؟ انه بقنن المازوت لقدفة وما بروح على المطعم وما بيأكل كل يوم لحمة وبهرب من قصة المدرسة وبناقش شوفير التاكسي حول أجرة الطريق وبجيب دواء سوري لأنه أرخص، بس بيطلع حدا على الإعلام بيعمل لك حلقة ليشوه سمعة الدواء السوري. ليه؟ لأنه المافيا اللي بتجيب دواء أجنبي على البلد عم تتضرر. منيح اللي في دواء سوري، وبيحسب حق ربطة الخبز وما بيغير لابنه الصباط بيلبسه كيس بقلب إجره، وهيدي مشاهد للي بينزل بالشارع بيشوفها، وبيحسب موعد الروحة عند حلاق الشعر. هيك تعودوا اللبنانيين، وبيخاف من المستشفى، وكل ما عائلة فات لعندها حدا على المستشفى بتروح بتعمل حملة ساعدونا دخيلكن، بتجيب المستشفيات عسكريين ومتبضيهن على سندات وبصير تطالبوا فيهن وبتهددوا فيهن. تعودوا على انه التعليم
ابني ثالث سنة بالجامعة خلص ماني قادر كمل، روح اشتغل بأي محل ماني قادر كمل لك. ابني بروسيا كان صار رابع سنة برده، عندي شقفة أرض ببيعها بلكن بخلي ابني يكمل تعليمه، وإذا ما عندي شقفة أرض برده على لبنان. اتعودوا على أنه العسكر يوقف أوتوستوب على الطريق، طلعني معك ببلاش لأني ماني قادر أدفع لك 100,000 ليرة أو 200,000 ليرة. هذا اللي تعودوا عليه اللبنانيين. هون النقاش الحقيقي، هون النقاش الحقيقي اللي يفترض أن يحصل. بس للأسف قلت لك نحن مفزلكين. الله يعين اللبنانيين والله يعطيهم الصبر بهذه المرحلة. الله يخليك لأنه يحفظك وإن شاء الله، لأنه فعلا فرج ما بقى يعني حملوا كتير وبعضهم عم يحملوا، بس كل يوم بيقولوا بكرة عنا نحن مشكلة البكرة بلبنان، الريهان دايما ريهاننا مش انه بلكن بكرة بتزبط. صرنا بنسمع من نحن وصغار بكرة بيتحسن الوضع، بكرة مات جدي ومتأمل ومات بي متأمل ورح نموت نحن ان شاء الله، لا بس ان شاء الله ما نموت نحن وكمان متأملين ويرجع اولادنا يتأملوا. نحن ما بدنا شيء بهالبلد، بدنا بس كرامة، كرامة المواطن، بس كرامة بس. نقدر دولة مدنية حقيقية لا أحاسب فيها لا على انتماء السياسي ولا على انتماء الحزبي ولا على انتماء الطائفي ولا على انتماء المذهبي. هذا المطلوب هذا البلد، دولة دولة حقيقية بس. أتبنى هذا الكلام. شكرا لك أستاذ علي حجازي على هذا الحضور، أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان. شكرا لك. شكرا للمشاهدين على المتابعة، إلى اللقاء.